كيفاش؟ سي فوزي صباح الخير. صباح النور. اش وقع في مجلس المستشارين هاد الايام؟ ما وقع، كل خير، عادي الامور. وكاين شويه ديال كاين، ما نقولش شويه، وقيلا كاين بزاف ديال المستشارين اللي ما بقاوش كيلتزموا بالقانون الداخلي، شويه الغياب، شويه ديال الكلام من هنا وهنا، وزيد وزيد. ايوا هو باش كيتسمى برلمان الا بالكلام. نعم، هذا اولا. ثانيا، ظاهره الغياب كاينه في جميع البرلمانات العالميه، كاع الكبار فيهم ظاهره الغياب. الواعرين في الديمقراطيه عندهم الغياب. في فرنسا، في اسبانيا، في جميع، حنا زرنا العالم مجموع في البرلمانات ديالو، ضروري من ظاهره الغياب، لان هذاك البرلماني كما كان الحال راه كيكون رئيس جماعه، كيكون خصو يكون في دائرته، خصو يكون متواجد في الدائره، خصو يكون مع الناس ديالو، يمشي معاهم لعند الوزاره، يمشي بكذا. راه واحد العمل، ماشي العمل ديال المستشارين هي انه يجلس في القاعه ذاك نهار الثلاث جالس حاضر، هذا كيدير الاسئله، هذا كيرد، هذا كذا، هو كيصفى، شنو يدير؟ ولكن هذا الشيء شويه جديد. ما جديدش، من دائما كان هذا الشيء، هذه الظاهره كاينه، لان العمل اللي كيفهم العمل البرلماني، العمل في المجلس ماشي هو القاعه، كاين العمل ديال اللجان. دابا الا مشيتي في الليل غتلقى مجلس النواب القاعات عامرين، وبلا القاعه الكبيره، القاعات عامرين واللجان خدامه والقانون المالي خدام، وكيجلسوا يتعشاو تما ويجلسوا حتى الجوج ثلاثة الصباح. هادشي ما شافو حتى واحد. كيشوفوا هذاك البرلماني مسكين اللي خرج ساعة يمشي للطواليت ولا يجي، وتصور جالس 4 ديال السوايع في هذا ديالو فوق الكرسي كيتفرج. نعم. هذاك ماشي العمل البرلماني. وكان المستشارين ملي طولوا بزاف في في الغرفة الثانية، ولفوا بعضياتهم وحفظوا بعضياتهم هاد الأيامات، وقيلا كل واحد عرف الآخر. كل واحد عرف الآخر. هو ضروري من هادشي، لأنه كيجي شنآن، كيجي استفزاز، كيجي كذاك. أنا هضرتي لي واقيلا على داك الشيء اللي وقع في هاد الجلسة الأخيرة. أنا جاك السي فوزي. ياك، هذا هو السؤال المطروح. نعم. شي وقع هاد الولف، وقيلا شي ولد واحد النوع من الحميمية، والحميمية تتولي وقيلا كل واحد عارف راسو. شوف، بكل صراحه ما كاين لا حميميه ولا حتى شي حاجه. الجلسات حنا ولفناهم هكا، دايرين الجلسات، كاين مره كيستفز، راه كنوقعوا داك النبا فاش مع الوزراء ومع المستشارين وناض الغوات والسبان وكذا. هذا مساله عاديه جدا. راك شتي في البرلمان كوريا كيضربوه بالصباط، كاع كيتشنقوا كيدابزوا. هذا هو البرلمان حي، راه ماشي كيتمشاو كل مدروس معموله ليه خطه واستراتيجيه باش يتمشى عليها. اولا هذا بشر، والبشر في البرلمان كيتصرف كبشر، اذا يتصرف على حسب المواقف اللي كاينه، وهذه الامور. احنا كنحنا بحال الساعه نبقاو نتمشاو، عندك تقول هذه الهضره، عندك ما تقولش هذه تعجب الوزير، هذه ما تعجبش، هذه تعجب رئيس الحكومه، هذه تقلقوا، هذه احنا ما عندناش داك الشيء. الحمد لله كما كان الحال، الديمقراطيه في المغرب تتحدث باش ما بغيتي. نعم. تكلم كيما عجبك، وهذيك القبه ما هي تما الا من اجل الحصانه ديال هذوك الناس. ولكن السي فوزي تعرفوا عليك شويه، ما ماشي ما تتعصبش بزاف، ولكن هذه المره الاخرى تعصبتي. ايوا اش غادي نديروا؟ لان علاش تعصبت؟ لان اسباب النزول. نعم. اسباب النزول، اولا هذاك المستشار كان حدا الوقت ديالو، وجا كينوب على هذا، على رئيس الفريق ديال البام، وخدا الوقت ديالو اكثر من الوقت ديالو. ملي كندق عليه كيقول لك انت كدير، انت كتفهم، قلقني. نعم. لان قلت له علاش؟ قلت له انا كنعرفو بعياتنا، لان هو كان عندنا، حنا كان عندنا في الفريق الاستقلالي تما تعلم. نعم. كان عندنا شاوش ومشى لتما ولا جينيرال عندهم في البام، راه ممكنش. وحنا داكشي حنا اللي علمنا داك كيفاش يتكلم، فين تعلم الهضره وفين تعلم هذا. نعم. تعلمها عندنا حنا في الفريق. سي عاد مشى غير الفريق ديالو، مشى لفريق اخر الله يعاونو. ولكن داك الاستفزاز وداك الغوات، لا واه انت كدير لينا، اش كندير لك؟ كدير والو، نتبع غادي نعطيو لك كل يدي حقين حقاه، وما كاينش شي واحد اللي يهضر ولا تكلم كاع في الوقت ولا داك الشيء، مشى مضبوط. ولكن هو داك الاستفزاز ديالو استفزني وصافي. سي فوزي، المغاربه كلهم تيسولوا على واحد الكلمه هاد الايامات. اييه. ضريب الغرزه اشناهي؟ اخويا هذيك ضرب الغرزه نشرحها لك. نعم. بكل صراحه، هذاك المستشار كان خياط ديال الجلال فواز زان.
وفي وزان كيعرفوا داك الضريب الغرزه، هي ملي كتخيط الجلال كتضرب الغرزه، كتجلس وتضرب الغرزه، نعم فهمتي؟ نعم هذا هو علاش انا لحقت له هذيك الهضره هكاك. سيفي الحقيقه ما كانش خصني نلوح عليه، ولكن جات هكاك وصافي، ما عندنا ما ندير، اللسان ما فيه عظم. سي فوزي شكرا على الاستجابه للدعوه. مرحبا، ونتمنى نكون خفيف على قلبك. يلا خوت واحد الله يبارك. مع السلامه. كيفاش كيفاش.